حصاد الجنوب، أهلا بكم. عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأحد بحضور رئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس المجلس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا هو الأول بقيادات السلطة القضائية التي أدت اليوم يمينها القانونية. الاجتماع ناقش مجمل القضايا المتعلقة بأوضاع القضاء والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات والعقبات التي تعترض عملها. اطلع نائب الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي فضل الجعدي اليوم من فريق الحوار الوطني الجنوبي في الخارج على مسار الحوار الخارجي والمراحل التي مر بها والإجراءات المتعلقة بتشجيع المكونات السياسية الجنوبية في الانخراط بفعالية في هذا الحوار. بحث محافظ شبوة عوض بن الوزير العولاق اليوم مع القائم بأعمال النيابة العسكرية الثالثة محور شبوة القاضي سالمين عبد الله الأحمدي سبل التعاون والتنسيق المشترك وفرص تفعيل القضاء العسكري، وذلك للإسهام الفعال بضبط الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتفعيل دور عمل النيابة العسكرية لمحاكمة ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة عند ارتكابهم أي جرائم أو إخلالات بسبب أعمالهم العسكرية وفقا للنظام والقانون. ورياضيا، توج فريق الشعلة اليوم بطلا لبطولة جمهورية لكرة اليد لأندية الدرجة الأولى. تتويج الشعلة جاء بعد فوزه على منافسي الصقر بنتيجة 33 هدفا مقابل 30 هدفا في نهائي البطولة التي استضافتها الصالة الرياضية المغلقة بالعاصمة عدن وشارك فيها 10 أندية. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.